السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي ومتتبعات قناة مرشدي التربوية. الحصة ديال اليوم إن شاء الله فإحنا غنخصوها ليكتور لونيتي ديداكتيك 5 سيمين 4. إذا كيف ما كتذكروا الأسبوع الماضي فإحنا تحدثنا على أولا الحصة الماضية فإحنا تحدثنا على ليكتور اللي كان بعنوان لا فامين المجاعة، وكنا شفنا مجموعة ديال الأسباب المؤدية إلى المجاعة، وكذلك شفنا النتائج المترتبة عليها، وخصوصا قلنا في واحد المنطقة اللي كتواجد بإفريقيا واللي كنسميوها منطقة القرن الإفريقي. وفي هذه المنطقة قلنا فهي كتواجد عدة دول، منها الصومال، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتي. إذن هذه المنطقة فهي كتعرف قلة التساقطات، كتكون عند يعني ظاهرة الجفاف، ما كاينش تساقطات كثيرة. وشفنا كذلك بأن بسبب هذه التساقطات، بسبب قلة هذه التساقطات، أصبح من المستحيل أننا نسقي هذوك الحقول من أجل إنبات المحاصيل الزراعية وكذلك النباتات. شفنا كذلك أيضا في النص بأنه راه ماشي فقط الإنسان اللي كيعاني من هذه الظاهرة ديال الجفاف، ولكن أيضا هناك الحيوانات كالبقر والغنم إلى آخره اللي كيعانيوا من قلة الماء، وبالتالي مساكن فهما كيموتوا نتيجة عدم وجود الماء. اليوم ان شاء الله غادي نخصو لا ريبريك جو كومبرون، ونحاولوا نجاوبوا على هذه الاسئله اللي عندنا باش نزيدوا نفهموا النص بشكل مزيان. اذا عطاونا بروميير كيسيون دابري لو تيكست، كيس كو لا فامين؟ اذا انطلاقا من النص، شنو هي لا فامين؟ شنو هي المجاعه؟ دونك الجواب اللي غيكون عندنا، لا فامين سي اون كريز اليمونتير اكستريم. اذا لا فامين فهي واحد الازمه غذائيه كبيره. اذا هذا السؤال الأول. دوزيام كيسيون، كو بو بروفوكي لا فامين؟ إذا المجاعة شنو يمكن لها تسبب؟ إذا كنا شفنا بأن يمكن لها تسبب الموت ديال مجموعة ديال الأطفال، وكذلك حتى الناس اللي هما بالغين. إذا هذا غيكون هو الجواب ديالنا. دونك إل بو بروفوكي لا مور دي بيرسون. وفي الحقيقة خصنا نزيدو سيغتو خصوصا لي زونفون. بالخصوص الأطفال. Très bien. Troisième question. Pourquoi les enfants sont-ils les premières victimes de la famine? علاش الأطفال كيتعتبروا هما الضحايا الأولى ديال المجاعة؟ وكنا شفناها من خلال النص إلا كتذكروا. دونك الجواب غادي يكون عندنا، les enfants sont les premières victimes de la famine car ils ont moins de force que les adultes. إذا هنا خصنا نزيدوا لو فيرب نسيناه. Ils ont moins de force que les adultes. لأن القوة ديالهم كتكون أقل مقارنة مع الناس البالغين، يعني ما كيقدروش يتحملوا بزاف. لاحظنا؟ Alors, quatrième question. Quelle est la cause de la famine en Somalie? إذا شنو هو السبب ديال المجاعة في منطقة الصومال؟ الجواب ديال السؤال الرابع. La cause de la famine en Somalie est la sécheresse. إذا السبب الرئيسي في المجاعة اللي كاينة في واحد الدولة اللي هي دولة الصومال فهو الجفاف نتيجة قلنا قلة التساقطات. هذا السؤال هذا كنت نسيت ما جاوبتش عليه في الورقة الأولى، داكشي باش كتبت لكم هنا. تري بيان، أون باس على سانكيام كيسيون. كيلي لو طون دومينون دون سو تكست؟ إذا شنو هو لو طون دومينون في هذا لو تكست؟ يعني واش لو بريزون، واش لو باسي كومبوزي، واش لامبارفي؟ إذا شنو هو لو طون اللي كاين بزاف في لو تكست؟ إذا الجواب غيكون لو طون دومينون إي لو بريزون دو لانديكاتيف. Alors, sixième question, quel est le type de ce texte ? إذا شنو هو النوع ديال هذا لو تكست؟ إذا كيف ما كتلاحظوا من خلال هذا التكست فهما كانوا كيعطيونا مجموعة من المعلومات، كانوا إل نوز انفورم. دونك إلا كانوا كيعطيونا هذه المعلومات هذو، دونك لو تكست شنو هو؟ سو تكست إي دو تيب انفورماتيف. لاحظنا؟ سي أن تكست انفورماتيف. تخي بيان. أون باس ماتنون على روبريك جو برونونس بيان. إذا في هذه الروبريك هذه غنحاولوا نقراو بطريقة مثاليه اون ريسبكتون لي ليزون، نحترموا دوك لي ليزون اللي كيكونوا عندنا في لو تيكست. الوغ جولي لا فراز اون ريسبكتون لي ليزون، هادشي اللي غنديروا. لاحظوا معايا حتى هنا كيخصها تكون عندنا واحد لا ليزون. لي زونفون سون لي بروميير فيكتيم دو لا فامين كار إلزون، لاحظوا هنا درنا لي ليزون، إلزون موان دو فورس كو لي زادولت. لاحظنا؟ إذا هادو كيخصني نحترم هاد لي ليزون هادو اللي كيكونوا عندنا هنا. دوزيام فراز، جولي لا فراز اون ماركون لي بوز. إذا هنا كيخصني نقرا ونحترم كيفما كنقولوا علامات الترقيم، يعني لا بونكتياسيون. ملي كتكون عندي
باغ اوبليك وحده فانا كنوقف غير شويه، ملي كيكونوا دو باغ فانا كيخصني نوقف بزاف لان نهايه الجمله. En Somalie, à cause de sécheresses successives, il devient impossible d'irriguer les champs et de faire pousser les plantes. إذا هذا الشيء تحدثنا عليه، فمنطقة الصومال بسبب ظاهرة الجفاف المتتالي أصبح من المستحيل أننا نقوم بالسقي ديال الحقول من أجل إنبات النباتات أو المحاصيل الزراعية. Très bien. On passe maintenant à la rubrique je réagis au texte. إذن هنا غادي نتفاعل مع النص ونعبر على الرأي ديالي. Alors, que retiens-tu de ce texte? إذن شنو الحاجة اللي غتبقى لك في راسخة في الذهن ديالك من هذا التكست هذا؟ إذن كيف ما قلنا دائما هادو اتيتخ انديكاتيف يعني على سبيل الاستئناس، وإلا فكل واحد كيعبر على الرأي ديالو. إذن أنا بالنسبة لي شخصيا الشيء اللي غيبقى عندي راسخ في الدين لا فامين المجاعه ايتان فليو كي بو كوزي لا مور دي بيرسون. اذا فهي واحد الظاهره اللي يمكن لها تسبب في الموت ديال عده اشخاص. اذا فكيخصنا نحاولوا اننا نتعاملوا مع هذه الظاهره بواحد الشكل اللي هو مثالي، ونحاولوا اننا نعاونوا الناس اللي هما محتاجين المساعده. تري بيان، قالوا لنا سيت دوتر كوز دو لا فامين، نذكروا بعض الاسباب الاخرى اللي كتؤدي للمجاعه. اذا حنا هنا حاولنا نجمعوا بعض الاسباب. مثلا عندنا parmi les causes de la famine on peut citer، اهم حاجه اول حاجه لي كونفلي ميليتير. اذا لاحظوا معايا، اذا فالظاهره ديال الصراعات العسكريه الحروب لي غير لي كونفلي ميليتير، فاحنا كنقصدوا بهم الحروب. اذا هذه من الاسباب ديال المجاعه. لو كليما et les calamités naturelles contribuent à diminuer les rendements agricoles. إذن أيضا المناخ وقلة التساقطات فهي كتساهم في قلة المحاصيل الزراعية. De même que les insectes nuisibles، أيضا هناك بعض الحشرات الضارة بحال خصوصا الجراد، لأن الجراد من كيهجم على المحاصيل الزراعية فهو ما كيخلي منها ولو. إذن هذا أيضا من بين الأسباب المؤدية إلى المجاعة. Les maladies، ايضا هناك بعض الامراض اللي كتنتشر الله يسر واللي كتكون خطيره كي ساتاك او بلونت، اذا الامراض اللي كتنتشر وكتقيس دوك النباتات وكيكون صعب اننا نواجهوها فبالتالي تقدر تؤدي الى المجاعه. ايضا هناك موفيز بريز دو ديسيزيون كو سوا بوليتيك، ايضا موفيز بريز دو ديسيزيون، اذا بعض القرارات اللي ما كتكونش صائبه. بوليتيك انادابتي، ايضا بعض السياسات اللي ما كتكونش هي هذيك، لان تقدر تؤدي للمجاعه. مثلا الانسان اللي يقدر يخلي مثلا واحد السياسه ديال تنميه القطاع الفلاحي ديالو يقدر يعاني من بعد. ايضا انكاباسيتي اكريي لانفراستركتور كي فاسيليتري اون ديستريبيسيون ايكيتابل دون لي بيريود ديفيسيل. اذا ايضا فاش ما كتكونش واحد البنيه التحتيه اللي كتسهل التوزيع المتساوي ديال هذوك الاغذيه في الاوقات اللي كتكون صعبه، فهذه ايضا من بين الاسباب المؤديه الى المجاعه. تري بيان، اون باس لا ديرنيير كيسيون. قالوا لنا اون تي دون دو تيكست انفورم تي كاماراد سور لا فامين، اذا غادي ننطلق من النص غادي نحاول نخبر الاصدقاء ديالي على شنو هي لا فامين، شنو هي المجاعه. اذا هنا عطينا كيف ما قلنا اتيتر انديكاتيف، لا فان دون لو موند concerne plus de 811 millions de personnes. اذا الظاهره ديال المجاعه فهي كتقيس تقريبا في العالم 811 مليون شخص. Encore aujourd'hui, une personne sur 9 n'a pas accès à la nourriture en suffisante quantité. اذا تقريبا واحد على 9 في العالم في اليوم المعاصر هذا تقريبا ما كيقدرش انه يوصل للغذاء الكافي بواحد الكميه اللي هي كافيه. Et qualité, alors que nous avons les moyens et les ressources pour alimenter chaque femme. في حين اننا عندنا الامكانيات ان جميع الناس يمكن لهم ياكلوا، سواء امراه ام رجل او انفون طفل. اذا فالاكل فهو موجود، ولكن المشكله في الطريقه ديال التوزيع.